كأنه موعدنا الإنسان عند عمر زمني أو عند عمر عقلي. العمر العقلي غير العمر الزمني. العمر الزمني مثلا قد يبلغ الإنسان مثل ما نقول بيولوجيا يمكن يبلغ ابن 15 سنة يكون عنده قدرة على الإنجاب، لكن العمر العقلي غير العمر الزمني. العمر العقلي أن يصبح عنده قدرة على فهم الأشياء، عنده قدرة على التعامل مع الناس بوعي وبفكر، عنده قدرة على أن لا ينغلب مثلا بالحياة. هذا العمر العقلي. في العمر العقلي إذن والعمر الزمني يكتملن شوكت بالأربعين، ولذلك يقولون ما بعث نبي إلا وعمره 40 سنة، ما يمكن أقل من 40 يوم، لأنه حتى يكون في قمة الكمال، في قمة الكمال يلا يبعث. أما معنى قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، يعني مقدمات النبوة مو النبوة. نبالي شوية.